السلام عليكم، كيف دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، مبروك عواشركم. كيف ما وعدتكم غنحضر معكم واحد الكيكه اللي زوينه تفطروا بها كنهار العيد. غنحتاجوا في المقادير دانون فاني، وغنحتاجوا 3 الكيسان ديال الدقيق، وغنحتاجوا 3 الخمارات بيكين باودر وفانيا، وغنحتاجوا كاس ديال الزيت ديال العنبه وربعه البيضات وكاس ديال السنيده ديال العنبه، وغنحتاجو المعلقه صغيره ديال الخل باش هكاك تنفخ لينا الكيكه ديالنا كتجي زوينه. وهنا النكهه، عندي النكهه ديال الحامض، بغيتو ديروه ما بغيتوش على حساب الاختيار ديالكم. والتزيين غنحتاجو، انا عندي زبيب وعندي شوكولا هذا، وعندي اللوز وقرقاع. هنا راه اللوز وقرقاع مقرداهم على هذا الشكل هذا، وغنحتاج هاد الفواكه المعسله. المهم ماشي بالضروره انك ديري هادو كاملين، انا اللي متوفر عندي في الدار حاولت نديرو في الكيكه ديالنا كتجي هكا عامره وزوينه، حيت كاين اللي ما كيبغيش الزبيب، على حساب الاختيار. داكشي اللي كيعجبك في الكيكه تقدر ديريه. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غادي ناخذ البيض ديالنا، بسم الله. دابا غادي نحاول ندير الدقيق، هذا ضروري تكونوا ديجا غربلتوه. قبل ما نكمل الدقيق ديالي غادي ناخذ دوك الخمارات ونغربلهم. ضروري البنات اي حاجه درتوها غربلوها. دابا حنا كنحركو، حنا كنكبو في الدقيق.
حساب الدقيق اللي عندكم. المهم ملي كتشوفوها هكا ما على هذا الشكل، انا خاصه دابا غير شويه ديال الدقيق غنزيدو عليها. المهم نتوما ما بين جوج كيسان ونص اولا ثلاثه، انا رشات لي هاد شويه وريكم كيفاش غادي تجي باش تعرفوا الكيكه ديالكم هي هادي. هانتوما البنات الكيكه راه كل مره وشنو، بعد ما راه كتهز ثلاثه الكيسان عبار. صافي دابا الكيكه ديالنا ها هي وجدات، كتجي على هذا الشكل هذا. الا كنتو عندنا ثلاثه الكيسان ما عمرتهمش بزاف راه هي هذيك، انا حيت ثلاثه الكيسان عمرتهم بزاف شاط لي هاد شويه. دابا غادي نكبها في المول ديالي. بعد ما سالينا الكيكه ديالنا كنكونو ديجا محضرين المول ديالنا، دايرين فيه الزبده والدقيق بهذا الشكل هذا، ومن بعد ما كنسالي غادي نكبوها. دابا غادي نزوقوها، نديرو فيها هكا الزبيب. ما البنات دابا وجدناها وزوقنا على هذا الشكل هذا، غادي نخشيوها في الفران اللي غتكون درجه الحراره 180 درجه، وغتشعلوا عليه غير من التحت حتى كتحسوا بها طلعت نفخت مزيان، عاد كنشعلوا عليها من الفوق. يلا نتلاقاو من بعد ما طيب لنا الكيكه ديالنا. بعد ما البنات طابت لنا الكيكه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. دابا انا غادي نزوقها، بغيتو تخليوها غير هكا كتجي زوينه، انا بغيت نزيد هكا نعطي فيها شي حاجه. مهمه على حساب نتوما شنو بغيتو، انا ما عنديش ناباج، عندي العسل، غادي ندهن العسل في الجناب باش ما يبقاوش ليا هادو دايرين بحال هكا. المهم شويه وصافي. بعد ما البنات درت هكا الكوك في الجناب باش ما يبقاش يبان هذاك المدير. المهم اي حاجه عندكم في الدار ديروها هكا في الجناب، وانا خديت هادو راه كيتباعوا حد ما سميتهم. المهم قطعتهم على هذا الشكل، هذه راه كتولي هكا كتلصق، وبغيت هكا نحطهم نزيد نزوقو ثاني.
ودابا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يعجبكم. واخا جا زربان كتبيت هكا وقيته باش نصيب كل حاجه على خاطرها، ولكن ما كتبش. المهم كنتمنى تعجبكم هاد الكيكه، كتجي زوينه نهار العيد، كنتمنى تجربوها وتردوا عليا. كتجي هكا عامره، انا نوريكم هكا في الصوره تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كتجي عامره وهشيشه زوينه صراحه، جربوها ما غتندموش عليها. كنتمنى تزيدوا تشجعوني اكثر باش هكا تكبر القناه ديالنا، ونزيد نعطيكم افكار اخرى، شهيوات، وصفات، اللي تبغيو. يلا ان شاء الله نتلاقاو في موعدنا ان شاء الله نهار العيد. كنت بغيت نشارك معكم بحلاوه ولكن الوقت ما بقاش باش نشاركها معكم. تال مورا العيد ان شاء الله فاش قرب العواشر ونشاركها معكم. يلا بالسلامه عليكم.